عدد متنوع، عدد كبير من الفقرات المتنوعة في نهارك سعيد، من فقرة صحافة لفقرة علم وتكنولوجيا لفقرة أعمال خيرية لفقرة إيه تاني يا رامي؟ العلاقات المصرية الإيطالية. الله. كان في فقرات الحقيقة كتيرة جدا النهاردة متنوعة زي ما حضراتكم متعودين دايما مننا. طب أنا هستأذنك بس، إيه أخبار العلاقات الإيطالية إيه مع مصر؟ عشان رجعت والسفير الإيطالي رجع والسفير المصري بالتالي برضو رجع لإيطاليا، ويعني اللي عرفناه من خلال الفقرة إن العلاقات رجعت الحمد لله، وإن هم شغالين دلوقتي على رجوع كل العلاقات الاقتصادية والسياحية والثقافية، خاصة إنه مصر وإيطاليا بينهم حاجات كتير جدا. ده حقيقي يعني. وبعدين طول عمرنا عارفين احنا من واحنا صغيرين ان السياحة الايطالية بتغزو في سيناء يعني بشكل كبير جدا. يا رب يرجعوا ان شاء الله تاني باذن الله يعني. ان شاء الله. وعدد عايزين نقول برضو بصراحه انه فعلا الدبلوماسيه المصريه في الثلاث اربع سنين اللي فاتوا دول عملوا انجاز كبير جدا في علاقتها بالدول الدولية المختلفه، اذا كان من روسيا لامريكا لايطاليا لالمانيا، يعني عدد غير طبعا لغه الدول العربيه. صحيح. دي كانت فقراتنا النهاردة، وزي ما كنا بنقول مع حضراتكم اتناقشنا في أكتر من موضوع. بشكركم على حسن المتابعة، ورب دايما نكون عند حسن ظن حضراتكم. مبسوط خالص أنا كنت معاك النهاردة يا أستاذة رانيا. كنا سعدين بيك النهاردة. أشكرك يا فندم. ميرسي. بكرة فريق عمل جديد في نهارك سعيد، وسلام عليكم.